ما بعتقد صراحة في بلد مثل الإمارات اللي بيساعد ستارت أبس مثل ما نحن أخذنا المساعدة. الله يخلي حكيمة ويحمي البلد إن شاء الله. توثبيك هي شركة تكنولوجيا بعالم طب أسنان. اللي نحن بدنا نعمله عم نجرب نجهز العيادة والدكتور، نجهز المريض ونجهز المستورد ليكون هو equipped، ليكون transformed into a digital way of doing business. أكيد عنا كتير services، بس إنه مثل example عنا service اسمها Toothpay اللي هي بتسهل التمويل وبتسهل للدفع من البيشنت على الكلينيك، وفي عنا كمان السيستمات اللي بخلي العيادة تطلب من المستورد تبعها إنه super digital form super efficient. عم نجرب نغير طريقة الشغل اليوم، لأنه نحن بنعرف بعد 5 سنين 10 سنين 20 سنة السوق ما حيشتغل هيك. حابين نعطيهم التكنولوجيا، لأنه كل ما العالم عم تتطور كل ما نحن عم نتطور، كل ما نحن عم نتطور كل ما بدنا نطور شركائنا اللي هن العيادات ولا المستوردين. وائل بزري خيي صراحة، صديقي بالجيرمن سكول، كنت معه فترة بالجيرمن سكول بلبنان، كل مرة كنا على التواصل وفكر بشيء انه كطالب جامعة ما كان فيه يحصل على اغراضه على البرودكتس اللي بدهم اياهم، لانه معود من البروفيسور يروح على براند معينة. سو فكر ليه ما فينا نحط كل الموردين جوات ابلكيشن واحدة. حكي زملائه محمد حمود ومحمد سعد، فكروا فيها وشافوا انه في نيد، يعني في حاجة. حكيني وائل، كنت بألمانيا وقتها، قال لي شو رأيك وشو أفكارك وانت عندك غير خبرة، شو رأيك فيها؟ وانا حبيت الفكرة من التليفون. اتطورنا ب2020، قلنا التقينا يعني ب2020 بلشنا بالإمارات بلبنان وبمصر، عملنا الهيدكوارترز طبعاً هون ببابو ظبي. دكتور محمد حمود اجا من لبنان عاش بالامارات واسسنا سوا اليو اي اي انتيتي. يعني انا بوقتها تعلمت حتى بالجامعه هون بدبي انتربرينورشيب، كيف واحد ياسس هيك شيء، لانه انا كنت مهندس. كملنا بعضنا مشان دكتور محمد دكتور اسنان وانا مور من بزنس برسبكتيف. عملنا تيم كتير حلو. same time دكتور محمد سعد راح على ايجيبت، اسس هونيكي مع دكتور عفاف البابا مع وائل والتيم. كأنه خلص we spread and we established. هون 2020 احنا عملنا application ل Dubai Future Foundation Area 2071، لانه عرفنا انه الستارت اب ايكو سيستم هي هون. اول مرة التقيت بساري كان بمؤتمر ادك لطب الاسنان سنة 2020. كوني طبيبة أسنان كنت متواجدة بالمؤتمر مثل باقي أطباء الأسنان لنتعرف على أحدث التكنولوجيز اللي وصل إلها المجال. وقت زيارتي بالمعرض لفت انتباهي البوث تبع توثبيك، كان بوث كتير كبير صراحة، كان so impressive، خلق عندي فضول أني أنا أعرف شو هي توثبيك. لما زرت البوث تعرفت على ساري وفسر لي أكتر شو هي توثبيك، عطاني فكرة شو الجول من وراء الشركة. حبيت الفكرة كتير إنها بتربط بين التكنولوجي وطب الأسنان. بوقتها حسيت إنه توثبيك رح يكون إلها برايت فيوتشر، سنس إنه هي سبيشالي بدولة الإمارات هي عم تهتم بالابتكار وبالتكنولوجيا كتير. من وقتها احتفظت بالبزنس كارد تبعه وتواصلت معه بعد المؤتمر، ومن هون بلشت الجيرني تبعي مع توثبيك. إذا دبي هالقد متطورة أكيد حيكون عندهم إيكو سيستم ليدعموا اللي عم نعمله. الابليكيشن بروسيس كان ستريكت، كانوا يشوفوا اول شيء في هيك شيء عم في هالفكره ولا لا. ما لقوا بكل العالم انه في شيء انه مثل توثبيك. بوقتها شافوا كيف حنفيد الاقتصاد بالامارات، شافوا نحن كيف حنشارك او نساعد بالرؤيه 2071. عطونا الاكسبتنس الحمد لله، عطونا اوفيسز بالاميريتس تاورز، معناتها اللي كنت اشتغل فيهم صرت عم اشتغل فيهم، وعملوا لنا انتدكشنز كثير. دبي
THA Authorities Innovation Center ساعدونا بتريد لايسنس ايام كورونا وقتها كمان. سو كان الدعم كتير حلو. لليوم كل ما نحن عايزين شيء من دبي فيوتشر فاونديشن للبي ار اللي بنعمله، حتى عملنا اللونش اوف ذا هيلث تك ديبارتمنت بالميوزيوم اوف ذا فيوتشر مع شركه كمان كتير محترمه اسمها روتسكون، عملنا ايفنت كتير حلو. سو والدعم عنا والدعم المساعده، بس واحد يكون بالاميريتس تاورز ويكون يحس هالانرجي اون ا ديلي بيسز، هيدا بتخليك تو اتشيف ذا توب ثينجز وات يو وونت تو اتشيف، بتخليك تو جيت تو سبيسز، بتخليك توصلي لوين انت حابه توصلي. So Toothpick بلشت as a marketplace بين الدنتست والسبلايرز، simplifying the procurement and enabling financing. شفنا انه العالم عم يتقدم فخلقنا الهيلث تك ديبارتمنت. الفكره منه كانت to develop and implement cutting edge healthcare technologies collaborating مع هول الهيلثكير بروفيشنالز والسبلايرز to customize technologies to their needs. نحن هدفنا to align the clinic's suppliers logic مع the dynamics of supply and demand. وهذا الشيء بنعمله through solutions اللي نحن we are developing today. We also aim to enhance the patient experience. مشان هيك solutions تبعنا كمان بيدوروا حول ال patients. So حتشوف اشياء لل doctors، اشياء لل suppliers، واشياء لل patients. نحن currently we have two main products. عنا ال e-clinic app. والإيكلينيك أب هي عبارة عن أبليكيشن بنعطيها للكلينكس. It connects the doctors للpatients. It facilitates appointments, telemedicine, patient management, e-prescriptions as well as pharmacy integration. فاليوم الحكيم إذا عطى e-prescription ال patient can automatically log in and purchase his medication من الإيشوب. The second main product in health tech هو الإيشوب واللي نحن خلقناه للsuppliers in specific. الإيشوب is integrated directly بقلب Toothpick. It allows suppliers to have their own customizable page with unique interfaces. الباك اند تبعهم موصوله directly, so everything is synchronized, all orders, operations, they are in one system ببينوا على Toothpick وعلى الاي شوب تبع السبلاير. من بعد ما اسسنا حالنا قدمنا على هاب 71 بابو ظبي. هنيك كمان كان البروسيس كثير صعب، كان في 4-5 interview rounds. كنا عم بيشوفونا experts from the industry، بس الحمد لله كمان we got accepted لأنه في مساعدة، لأنه فكرتنا unique. ما في شركة تكنولوجيا اللي عم بتجرب تغير طريقة الشغل تبع طب أسنان اليوم، هذا اليوم اللي عم نجرب نعمله. الدعم هنيك كان بالنكست فيز، لأنه نحن 2020 على 22 was the start. بوقتها بعدين 2022 كبرنا على قطر، هالسنة كبرنا عملنا اكسبانشن على السعودية. نحن هلا تيم من 135 تيم ممبر معنا موصفين، نحن عائلة صغيرة عم نكبر. عنا فوق ال 450 مستورد، عنا فوق ال 150 ألف برودكت على الابلكيشن. سو عملنا الابلكيشن 2022 وي جت اكسبتد. الدعم هنيك كان بطريقة incentive program، كانوا عطونا مبلغ خاص لنستعملهم للconsultants وللشركة اللي هن حاطينهم جوات الإيكو سيستم. نحن الحمد لله بعتقد استعملنا كل الفنز على المحامية، لأنه عملنا تريد مارك للنيم تبع Toothpick وللسيرفيسز اللي عنا إياهم. كديك الشهر عزمونا من وزارة الاقتصاد ومن أب 71 نشارك معهم بالمؤتمر فيفا تيك بباريس. سو نحن كتير فخورين كنا إنه نكون بالوفد اللي كان عم بيمثل الإمارات بباريس. سو الدعم لليوم هنيك كان في ترينينجز، كان في فند ريزينج. سو البروجرام كتير بيساعد ستارت ابس. ما بعتقد صراحه في بلد مثل الامارات اللي بيساعد ستارت ابس مثل ما نحن اخذنا المساعده لليوم. فيها تكون ستارت اب، فيها تكون شركه، فيها تكون شركه كبيره، اذا الفكره جيده واذا الفكره بتفيد البشريه مثل Toothpick بتفيد البشريه بطريقه ما، في دعم الحمد لله.
بصراحة الشغل مع المؤسسين is very comfortable, it's interesting من كذا ناحية. مظبوط انه هن they are the masterminds behind every idea that we work on, بس they involve us in every step of the way and of the project. Whenever there's a new project, بيقعدوا معنا as department heads وبيقعدوا معنا as a team, and they encourage brainstorming and collective thinking. وسوا على طول بنطلع ببتر ايدياز وبنطلع بالمايلستونز تبع البروجكت، بنحط ماب واضحه وبنبلش نشتغل سوا كرمال ناخذ هذا البروجكت للمرحله الثانيه and to bring it to life. وبحب كمان احكي شوي عن الشغل مع ساري. الشغل مع ساري كثير مريح، مش معناتها ما عندنا ضغط شغل، عندنا كثير ضغط شغل on a daily basis، بس I think الشغل معه مريح لانه كمان بيركز على البيرسون، بيركز على how we are, how we feel throughout the day. لأنه he knows and I think culture تبع ال company هي هيك كمان. They know إنه if the person is not well, they cannot deliver perfectly. So this is something we really value in the company as employees. أنا المين رول تبعي Operation Manager، مدير العمليات بالشركة. بتضمن شغلي دوري الرئيسي إني أنا أدير العمليات اليومية Daily Operation، تحسينها وتطويرها وزيادة الكفاءة والإنتاجية بالشركة، بلس إني أنا أوجه التيم لحتى نوصل للأهداف تبعت الشركة بأحسن الطرق الممكنة. طبعاً إدارة الخدمات والموارد الطبية والعمليات الإدارية والمالية، لأني أنا كنت من أول الناس اللي انضموا لتوثبيك. كان إلي دور كبير في السيت اب تبع الـ different verticals، وكنت بالإضافة إني أنا طبيبة أسنان كنت عم شوف الأمور من منظور عملي أنا، فكنت عم شوف إنه كيف فينا نوصل أفضل الخدمات بأحسن الكواليتي لأطباء الأسنان بخدمة ترضيهم وتكون كفاءة وجودة عالية. أكبر التحديات اللي واجهتنا بالماركت إنه كانوا أطباء الأسنان متعودين إنهم يطلبوا المواد الطبية والأدوات من شركات المواد الطبية دايركتلي عن طريق مكالمة تليفون أو مندوب الشركة بيكون بيزور العيادة، اللي هي الطريقة التقليدية فينا نقول. بس كان التحدي الكبير إنه نحن نغير توجه الدكاترة إنهم يصيروا يطلبوا هاي المواد أونلاين عن طريق الأبليكيشن، بس بتوجهات دولة الإمارات إنها هي تكون the smartest country وإنه كل المعاملات فيها تنجز بدون التواجد الشخصي أو مكالمات التليفون. هالشي ساعدنا كتير إنه تنجز هذه المعاملات على الأونلاين وتاخد وقت كتير قصير. الدكتور فيه يعمل الطلب على الأونلاين عن طريق الأبليكيشن وخلال دقائق فيه يتم القبول لهذا الطلب من شركات المواد الأسنان. وشو تعلمنا؟ تعلمنا بكل صراحة نحن أنا إنه مثل ما كنت عم أقول من 2018 بالإماراتس تاورز، من وقتها وبلشنا بتوثبيك بالإماراتس تاورز كمان. في كوت معين من الشيخ محمد بن راشد اللي لليوم نحن منطبقه ومنعيشه، اللي بيكون the future belongs to those who can imagine it, design it and execute it. وأنا فيني بعمل كتاب على هالكود بس بكل صراحة، لأنه كل واحد عنده أحلام، كل واحد بحط دريم، و بقوله كمان انه think big, dream big. هيدي part 1. البارت 2 هي الديزاين. الديزاين شو معناته؟ واحد يخطط. شو معناته يخطط؟ حسب شو المشروع، شو واحد بده، قد عايز بادجت، شو عايز اشخاص، بده يعملها لحاله، كالتخطيط. بعدين عندك الاكسكيوشن، يعني عندنا الاكسكيوشن كالتطبيق. اكترية العالم بالديزاين فيز بوقفه. ليش؟ لأن الروتين الحياة بيجي. ليش؟ لأنه بشوفها أنا كأنه باص، كأنك أنت قاعدة بباص. تخيل إنه قاعدين نحن بباص سكوتلاند وعم نشوف الخضار وعم نفكر، وطلعنا بفكرة، فكرنا بالفكرة، عملنا الديزاين تبع إنه إيه بدنا نعمل التخطيطات هيك 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 هيك. طلعنا من الباص، جينا التليفون، تذكرنا لا الحياة هي هيك، وراح الدريم وراح الديزاين. هيدي
انا بشوفها البارت المهم انه واحد وقت يعمل الديزاين ينط على البارت الثالث من الكود اللي هو الاكسكيوشن. الاكسكيوشن اهم شيء، لانه في واحد يبلش ويفشل، في واحد يبلش ويكون في عنده تشالنجز، في واحد يبلش ويرجع على الخطوه الثانيه يفكر والله برجع بعمل الديزاين عن جديد، برجع بعمل التخطيط عن جديد، في واحد يغير دريم تبعه كمان. بس اكتريت الامرار لازم واحد يبلش انتو اكسكيوت، والحمد لله نحن بتوثبيك وي هاف ايماجينت ات، وي هاف ديزايند ات، وي ار اكسكيوتينج ات. هلا خلال الريفيو من الفيديوهات تاع التوثبيك اللي كان عندنا اليوم، كنت شفت فيديو 2019 من وائل بزري، يعني من وائل السي او تبع توثبيك وصاحبي، وهلا حقلكم عنه اكيد كثير، وين ما شايف الفيجن هي ذات 2019 اللي عملناه بالفي او لليوم، وكرمال هيك هذا الكود تبع الشيخ محمد لليوم عم نعملها اكسكيوشنز ولليوم بنشوفها. نحن بتوثبيك قبل ما نكون شركه واداره موظفين، نحن عائله مع بعض. طبعا بهمنا انه يكون الاداره بتتواصل معنا لتطمن انه نكون مرتاحين بالشغل، الشفافيه بالتواصل، هالشيء بيخلق ثقه بيننا وبين الاداره، الواحد بيقدر يعبر عن هو شو شايف، شو نظرته، واكيد هذه الامور كلها بتتخذ بعين الاعتبار من طرف الاداره سواء ساري او الكوفاوندرز كمان. اكيد طبعا نحن بتوثبيك عندنا different nationalities من مختلف الجنسيات، بهمنا انه تكون الكومباني انترناشونال، فيها ثقافات متنوعه، هالشيء بيخلق هيك روح حلوه جوا الشركه. كمان القيم المشتركه اللي بيننا بالشركه مثل الاحترام والامانه والصدق والنزاهه بتخلق بيئه عمل صحيه سليمه بتخلينا لحد هلا مستمرين مع بعض. هون بالامارات الشغل غير، لانه باوروبا بتشتغلي مع جروب، مع المان في طريقه تفكير، بس ما عندك مثل هون كذا جنسيه، لانه واحد فيه يتعلم كثير هون. سو اذا هيدا الشخص تعلم بغير بلد وعنده تفكير من غير بلد، من غير كلتشر، وبتطبقيها لشي 10 كلتشرز، واذا بتاخذي من كل شيء بتتعلم كثير. سو هيدا الشغل كان غير هون، وخصوصا بالكونستراكشن بروجكتس هونيك بالهم طويل، انه معلش تخلص البروجي بعد شهر شهرين وفينا نمددها شوي. هون مستحيل، هون الطاقه يعني في انرجي، بدنا نخلص نكمل، بدنا نخلص نكمل. سو كانه واحد كل واحد رايح على جوني معينه، وبتحسيها انه بالشغل، بتحسيها بحياه الشخصي، لانه بتحسي هون ما في كومبيتيشن، هون كل واحد بيساعد الثاني، في دعم، في سبورت. في هلا امبارح شفت رفيقي اللي كنت عم بلعب معه باسكت من زمان، انه سالني عن انه شفته بالمول انه بالصدفه، سالني عن توثبيك وسالني عن كيف دوله الامارات عم تساعدنا اتسترا. سو كنت عم بقول له شو عملنا وكيف ساعدتنا وهيك. سو بتحسي بهالفايب، بتحسي انه بالسبورت، غير بلاد ما بتحسي بهالشيء. وغير هيك حتى اذا بتسوقي بالسياره واذا بتشوفي شخص ثاني عنده سياره حلوه وبتطلع فيه بتقولي له برافو وبقول لك برافو. سو في تعامل ما حتى بتعرفيه يعني في تعامل ما حتى بتعرف الشخص، بس انه في نايس كوميونيتي. سو هون بالدوره الامارات الكوميونيتي فايب كثير عالي، خصوصا بتحسيهم في انرجي معين اللي ما بشوفه بغير بلد. كل ما نحن نشوف شيء سيرفيس بنشوف سمايليز، بنشوف انه بدهم ايانا نكون مبسوطين، وبتحسيها. سو كل واحد بقدر هالشيء، كل واحد بالامارات عم بيشتغل لهالشيء. كمان ما في بلد بعتيد اكيد هلا عم بيجوا، بس ايام اللي جيت ما في بلد بيكون
هل قد ديجيتال مثل اللي عم نشوفه هلا؟ يعني في واحد يعمل شركه بيومين ثلاثه، في واحد يدفع فواتيره اونلاين، كل شيء ابلكيشن. سو الرؤية 2071 انه يكون كل شيء ديجيتال، هيدا شيء خلى دبي وخلى الامارات تكون جلوبال بلاير، تكون على مستوى كتير عالي. السكيورتي والامان هون ما بعتقد انا في غير بلد انه واحد فيه يترك سيارته مفتوحه، يترك البيت مفتوح. اكيد نحن بنسمعها كثير، يعني كل ما واحد يقول كيف العيشه بابو ظبي، كيف العيشه بدبي، كيف العيشه بالامارات، والله انا فيني اترك. بس اذا واحد بفكر فيها اتس لايك اتس ذا بيس كومبوننت اوف لايف انه تو فيل سيف. كل ما نسافر لبرا يقولوا لنا ديروا بالكم، نحن مش معودين، نحن ما لازم ندير بالنا، وهيدي شيء من هينه، هيدي شيء ما واحد يفكرها اتس 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 نورمال بيكوز اتس نوت. بس الحمد لله في سيستم وفي قوانين وفي حكام، وهول الحكام عندهم رؤيه، الرؤيه اللي كان عندهم اياها من 50 سنه لليوم شفتوا كيف تطورنا، وما بدي اتخيل شو الرؤيه اللي قدام وكيف حنتطور. وبعتقد الامارات حتكون مثل ما تعلمنا، بدها تكون التوب، بدها تكون التوب بكل شيء، الوان والتوب والبلايس وان على كل شيء. سو اكيد اذا بتساليني بدي اعيش بالمانيا او بدي اعيش باوروبا، بقول الحمد لله نعمه انا الماني، درست بالمانيا، بس ما فيك ما تعيش بهيك بلد بكل صراحه. بالنسبة للذكاء الاصطناعي، نحن at Toothpick we aim to use it the best way possible. First of all, compliance is very important, so we have to be compliant مع كل شيء regulations موجودة. We have to also make sure that whatever AI tool we integrate is cyber secure. نحن بنستعمل AI for suppliers, for patients as well as for doctors. رح أعطيك examples لكل وحدة. بالنسبة للsupplier it helps them basically with data management. Hey, that's one example. Data management, it helps them know supply and demand trends that are currently available. وبهيدا الشيء بيساعدهم كمان to increase their sales and boost their productivity. أما من ناحية الدكتورز، we integrated AI بطريقة أنه نسمح للدكتور يسهل شغله اليومي. يعني اليوم إذا عمل أي CT scan أو radiographs as a dentist تنقول، بيقدر أنه to automatically upload them in the system، والسيستم بيعطي دغري diagnostic وبيعطي كمان suggested treatment plan. وأخيراً بالنسبة للpatient، إذا اليوم حب أنه يفوت على الإيكلينيك أب ويستخدمه، وتنقول هو رايح عند dermatologist وأخذ let's say certain products، he's able to scan the barcodes easily، والسيستم بيقدر يعطي rating للبرودكت اللي هو عنده إياه، وبيعطي analysis over the ingredients. So it's a very useful tool for the patient himself. بدريسن سومر اول بروجي اللي كان انا عندي اياه كان بالجي بي ار، سو كان زبوني دبي بروبرتيز. نحن كنت انا الاستشاري لصاحب العقار اللي كان دبي بروبرتيز وقتها. سو انا كنت استشاري اللي كنت عم بشرف على المستاجرين اللي عم بفوتوا. سو شو كنت اعمل؟ كنت بعمل ريفيو لكل الديزاينز اللي بيعطينهم، كنت بشوف اذا الكواليتي تبعهم مثل ما البلديه بدها اياها ومثل ما صاحب العقار بده اياها. من بعد ما بعطي الابروفل الاوكي، بفوت على خلال الكونستراكشن بشوف اذا عم بطبقوا اللي عم بحطوه جوات الخريطه على الكونستراكشن. ومذكر بالجي بي ار كان في
كان في كلاب كارز، كنت بطلع جوات الكلاب كار وبعدين من مشروع على مشروع، وهذا كان اول بروجي. الحمد لله هنيك عطيت a good quality of work. So من بروجي واحد صاروا 50 بروجي واكثر. صرنا الاستشاري تبع دبي بروبرتيز اللي محبوب من دبي بروبرتيز، اكيد عرفونا على كل الكوميونتي سنتر. سو نحن استلمنا اكثر من اسيت، صرنا من جي بي ار للكوميونتي سنترز لمدينه جميره. بالاميريتس تاورز المستاجرين غير، انه بيكونوا مؤسسات حكوميه مثل دبي فيوتشر فاونديشن اتسترا. سو تعامل الشغل كان غير، كان في غير بريشر، كان في غير تايم لاين. صراحه التيم كان عم يشتغل ليل نهار. سو هيك بلشت انا هون. كوبيت جي بي ار من البروجيات لكون الاستشاري للمستاجرين او لدبي بروبرتيز. كمان كنا عم نعمل ستراكشر ريفيوز للسكرينز. سو السكرينز اللي بنشوفهم سوات الجي بي ار، كل ما انا هلا امشي بالجي بي ار انه بتذكر ايام زمان، بتذكر الشوب اللي كنا على الكلب كارز والتيم اللي عملناه. يعني التيم بوقتها اللي مكمش كل هالبروجيات. سو طريقه الشغل هون كان غير، طريقة الشغل هون كان عم تشتغلي مع أشخاص اللي عندهم specific timeline بده يخلص. so تعلمنا كتير أشياء، تعلمنا كيف التوجهات من الإدارة للتيم تبعهم اللي كل مرة بكون with respect بس with pressure. respect و pressure هذه تعلمتها أنا إنه بالتيم عندي كمان، يعني إنه في respect بس إنه في pressure. سيدي كانت كتير حلوة هون. واحد من المستأجرين كان مكتب التنفيذي تبع الشيخ محمد بن راشد، يعني مكتب التنفيذي تبع دبي. كانوا عم بيعملوا office spaces هون وتعرفت على التيم، والتيم حبوني كتير لأنه أنا بكل صراحة بوقتها ما كنت بفكر أنه أنا موظف وبخلص شغل على الستة. كنت بفكر أنه أنا مدير المشروع تبعي وتبعهم، لأنه كنت بفكر معهم، كنت بحس معهم، لأن الاستشاري تبع Emirates Towers كان فيني ساعد كتير وكان فيني وصل المشروع على النجاح. وهيك تعرفنا على بعضنا التيم تبع Executive Office، والحمد لله من هنيك ما وقفنا. عملنا كتير بروجيات، أكيد ما فيني أنه أقول شهني لأنه نحن كنا responsible غير إدارة المشاريع، كنا عم نعمل الديزاين. معناتها إذا هن كانوا عندهم أفكار، عندهم رؤية، نحن كنا بهالفيز وين نحن بنعمل لهم الديزاين، وين ما هاد الديزاين إذا حلو بيطلع على approvals للتطبيق. والإكسبيرينس مع مكتب الشيخ بتشوفي كيف بيشتغلوا كتيم، بتشوفي كيف بيجيبوا كونسلتنس استشاري من برا، بفكروا كولكتيف برين. بعتقد مثل ما انت حكيت التيم تبعنا نحن كلنا هيك شوات توثبك. كمان تعلمت هيدي وقتها كتير مع البروجيات تبع مكتب الشيخ. مثل ما تخبرنا ادريسن سومر هي كانت البروجيات اللي عملتهم انا من بداية الجي بي ار للاميريتس تاورز للاكسيكيوتيف اوفيس. لأنه كبرت وعملت تيم وجبت زباين، الدقان كان عندي قسم اللي هو مستلم كل هالبروجيات. أكيد كان في صعوبة، يعني كانت صعبة، لأنه إذا أنت بتكوني ديبارتمنت هيد أو رئيس قسم، غير ديبارتمنت هيدز عندهم إكسبيرينس أكتر مني 5 سنين 10 سنين وزيادة. سو كانت صعبة، كانت تقبل صعب، بس الدقان تعلمت أنه هي شغلة نجاح وهي شغلة results. so إذا أنت شافوا المشاريع، شافوا كيف بنينا التيم، what is the teamwork، التيم تبعنا كان يشتغل لبالليل. so هيدي كانت فيها شوية respect، بس بتضل فيه شوية صعوبة. قدان ما كنا super stars الشركة يمكن شوي، بس تعلمنا كتير وكنا كتير مبسوطين. يعني كان في كتير شغل، كانت في challenges لأنه إنه كأننا نحن كنا لحالنا وعم نشغل الشغل.
فكرنا كيف فينا نكمل بعضنا. سو انا وصغير بحب البلانينج، بحب التخطيط، وكنت شوي هيك الليدر ان ذا سكول. سو فكرت ليه ما فوت شي سيفل انجينيرنج كمان هندسه، بس مع اداره مشاريع. فتت بالميجر فيس بادن، هيدي كانت شيء تعلمته ودرسته عجبني كتير، لانه كانت ميكس من انجينيرينج هندسه عمار. عندنا كنا فيزيكس، كيف واحد بدير المشروع، شو الكوست تبع المشروع. سو كل هالمالتي بسميها ميجر بميجر واحد كان كتير مهم. كنت بشتغل كستودنت او كنت بروح على الجامعه ويومين بالجمعة كنت اشتغل معهم. هيك بلشت اشتغل بالكوربوريت وورد بسميها، تعلمت كيف ابعت ايميلات، تعلمت كيف اعمل برزنتيشنز، تعلمت كيف اتحدث مع زباين. سو هيك بلشت. شفت اول شيء دوكيومنتري عن دبي، التطور اللي كانوا عم بيعملوه، وشفت شيء رائع، قلت والله انترستينج. بعدين خلال الجمعة كمان كان في فلاير على كافيه كان عم بفتشوا على جونيور بروجكت مانجرز، يعني مثل جونيور جوبز انه بدبي. حسيت انه خلال جمعه وحده دبي بدبي، وكان عندي هالاحساس، قلت والله شكلها دبي. لاني كنت بشتغل بجاي الآل، اكيد انه كان عنده برانشز، يعني كان عندهم فرع بدبي، فرع بابو ظبي اتسترا. وبحب انا بلاقي الطريقة السريعة لأوصل على هدفي. فكرت كيف، قلت خليني أبعت إيميل لكل المدراء بالجي إل إل بالريجن هون، يعني من هون للسعودية للميدل إيست. أنا بذكر حطيت شي 15 أو يمكن أكتر شوي أشخاص جوات هالإيميل. قلت لهم أنه هاي أنا ساري ألماني مهندس، بحكي عربي، وبحس انه بتعوزوني بدبي. سو شو رايكم انه اجي على دبي؟ وذكر خلال النهار، هو ذات النهار او يمكن بعد نهار ولا نهارين، الريجنال مانجر تبع ميدل ايست وافريكا رد قال والله نايس ابروتش، برافو عليك، وطعم فوت على انترفيو. فتنا على انترفيو، خلال شهر شهرين كنت بدبي. كان عندي الاحساس اللي بعده عندي إيه لليوم، بس لأكون بسافر برا وبدي اجي، كأنه هيك عندك إحساس بطنك اللي بقلك إنه خلص that's your place that's your home. so حسيت بهالشعور، حسيت إنه جاهز على chapter جديد. so كان شعور حلو، ولليوم كل ما بسافر، كل ما أشوف طيارات الاتحاد، طيارات الإمارات، بطلع بالطيارة، بفوت على المطار، بحس الشعور هو زيادة. بس لو وصلت على جيلال دبي كانت صعبة شوي صراحة، لأنه أنا تعلمت الهندسة والترمينولوجيز كلهم بالألماني. كنت بحكي إنجليزي إيه، بس إنه ما كنت بعرف كل هالترمز بالإنجليزي. وخصوصا إنه جيلال دبي كانوا كتير بريطان، سو أنا لأتعود ولأفهم عليهم كانت شوي صعبة. بس بعدين أكيد كنت انه بالبيت عم بدرس، كنت عم شوف افلام باليو كي اكسنت اللي عارف شو عم يحكوا معي. سو كانت اول شيء صعب شوي، بس انه بعدين تسلينا صراحه وتعلمت كثير. سو كان عندي هالخوف، كانت جمعتين هيك كانه ميني خوف بسميه، يعني زخطور انه حارجع، انه كلها كنت 6 أشهر هون، ولا كلها قد ايه كنت شيء 9 أشهر هون. وبايام جيل قال لانه كل الاشراف كان من بلديات هون، سو انا كنت الشخص اللي بيحكي عربي. سو هيدي اللي خلتني افهم السوق اكثر، افهم الريجوليشنز اكثر. سو كنت انا اذا في اجتماعات لازم انا اكون الانجليزي واكون البريطاني واكون الالماني واكون اللبناني. سو هيدا الميكس كانت كثير حلو.
صراحة نحن تربينا نكون صادقين ما نكذب. مذكر الوالد كان يزعل منا لجمعة جمعتين ما يحكي معنا لأنه كذبنا شوي صغيرة. هذه قاعدة كتير مهمة. أنا خلان بفيس بادن بألمانيا، أمي ألمانية والوالد من لبنان. نحن أربع أولاد، ثلاث شباب وبنت. الحمد لله كان عنا تربية كتير حلوة، تعلمنا كتير من الوالد، تعلمنا نكون إيد وحدة، تعلمنا نساعد بعضنا، كنا أصدقاء كأخوة، وإن شاء الله نعطي هالتربية لأولادنا. وطفولة كتير حلوة الحمد لله. شغلة تانية تكون لعائلتك. نحن كلنا حتى بالشركة أو أنا كساري الشغل نشتغله لشركتنا، بس شركتنا عملناها عائلتنا. وكمان قد ما بتحط وقتك هون لازم يكون عندك وقتك لعائلتك لأهلك. هذه شغلة كتير مهمة كمان. مين بدنا نشكر؟ أول شيء بدنا نشكر ربنا. الحمد لله على الحمد لله على كل شيء، على الطريق اللي عم بفرجينا إياه. ثاني شيء أكيد بدنا نشكر دولة الإمارات، الدعم اللي عطونا إياه، حكام هالبلد، الفيجن اللي حاطينه ديلي اللي عم نشوفه اللي نحن عم نطبقه. هيدا شيء لازم نشكره. حكام البلد هون عندهم رؤية. الرؤية اللي كانت اللي من التأسيس لليوم، ومن اليوم ل 2071 ولا بعدين. أنا كل مرة بشوف أو بفكر فيها إنه إذا واحد عم بيحكم أو بكون حكام بلد كأنه more or less، معلش إذا بتكون بلد صغير ولا كبير ولا نصانية، بتكون كأنك عم بتدير شركة. في عندك وزارات، يعني عندك specific departments so، وعندك vision. فإذا بتشوف شو عملوا لليوم وكيف حققوا اللي بدهم، اللي حاطينه كرؤية لليوم، فيك تتخيلي لبعدين كيف حتكون هالرؤية وشو حتكون الأكومبلشمنت، وين حتكون طورة الإمارات من اليوم لخمسين سنة وفوق ولا أكتر. الله يخلي حكيمة ويحمي هالبلد إن شاء الله. تالت شيء نشكر العائلة، نشكر إخواتي، نشكر أصحابي. بس رابع وآخر شيء أكيد بدنا نشكر الوالدة. الوالد بدنا نشكره وبدنا نختمها فيه، لأنه تعلمت كل خطوة اللي عايز فيها استشارة أتحدث مع الوالد. عنده خبرة كتير، وكان يقول لي ما خبرتي ببلاش قبل. بدي أشكر الوالد على كل السبورت إنه من ديوان. أشكر الوالدة على المحبة وعلى التربية، ونشكر الله ونشكركم.